هو شاب في العشرين من عمره، قدره الله تعالى على حفظ كتابه ليبدع في تلاوته. أحمد، وبعد أن كسب ثقة الأئمة في الصلاة بالمصلين، يحاول أن يتعايش في هذا رمضان مع واقع غلق المساجد بسبب الوقاية من تفشي وباء كورونا. ليكن في علمك أخي أني من اللي ختمت القرآن خذيت ثقة من طرف الأئمة، حيث أني صليت بالمصلين تراويح لمدة 4 سنوات، ولكن رمضان هذا صح وجع لقلبي كسمت بقرار غلق المساجد. وحتى يتقاسم حلاوة قراءة كتاب الله في هذا الشهر الفضيل، اهتدى أحمد على مشاركة أصدقائه ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والله إكراما لكل الناس اللي كانت تصلي مرايا، وبعض طلبات العديدة اللي تلقيتها منهم حول مشاركتهم لتجويد القرآن وترتيله في مواقع التواصل الاجتماعي. الحمد لله أني قمت بهذه المبادرة ولقت رواج كبير عند المتتبعين، وربي يصلح أحوالنا ويرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله. هي طريقة للتعايش مع هذا الوضع غير المألوف بالنسبة لأحمد وغيره، في انتظار أن يرفع الله عنا هذا البلاء في أقرب الأجل وتفتح بيوت الله من جديد.